بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا النهاردة في محل كوكتيل بيضة منهور كوليكشن جامد جدا جدا جدا. اللي عاوز جراوي موجود، اللي عاوز قطط تحفة موجودة، اللي عاوز هامستر موجود، اللي عاوز سلاحف موجود، اللي عاوز كوكتيل او فيشر او استرالي او فلل في الاسترالي او روز موجود، اللي عايز ارانب يلعب بيها او ولاده تلعب بيها وهم صغيرين والارنب يكبر وبعد كده ياكلوه موجود. كل حاجة عندنا موجودة في محل كوكتيل بيضة منهور. قلنا جراوي، قلنا قطط، قلنا هامستر، قلنا ارانب، قلنا فلل، قلنا فيشر، قلنا كوكتيل، قلنا استرالي، قلنا روز، قلنا حتى كمان السلاحف. كل ده موجود، وارانب، كل ده موجود في محل كوكتيل بيضة منهور. هنبدأ معاكم الفيديو بمجموعة من الجراوي المميزة جدا 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 جدا. جراوي هتسمعها في القاهرة وفي اسكندرية الجرو ب 3000 وب 4000 وبأسعار مبالغ فيها جدا جدا جدا. احنا عندنا في دمنهور الأسعار أقل بكتير، أقل بكتير. الجراوي ديت بيكنوا وكمان جراوي بيكينيز، جراوي وشوش تحفة، أحجام تحفة، كوارث، أعمار 45 يوم في الولاد وفي البنات. طبعا زي ما انتم شايفين مع درجة الحرارة دي الجراوي والقطط دايما بتبقى كسلانة. طبعا في البيوت هيبقى الوضع مختلف، أو لو سبناهم دلوقتي يلعبوا في الأرض بيكون الوضع مختلف. الجراوي دي يا جماعة أعمار 45 يوم، 45 يوم. هنبدأ بالحتة الشوكليت العسل دي، حتة بكينوا لون شوكليت. تخيلوا يا جماعة إن ده ولد، أنا بطلعه فكرته بنت. ولد كارثة، ولد بسم الله ما شاء الله عليه تحفة. الجرو ده والله سعره ما يقل عن 3000 و4000. احنا عاملين عروض جامدة جدا جدا على الجراوي. اللي عايز يتواصل معانا يتصل برقم 011-40-80-70-60 على الواتس. بتضايق جدا لما بلاقي داخل عامل كومنت، واحد داخل على القناة عامل كومنت يا استاذ ممكن رقم تليفون للتواصل، ده انا بقوله 30 مرة يا اخي والله في الفيديو، 30 مرة في الفيديو. وطبعا متشكرين على الكومنتات السلبية اللي منلاقيها، ودي انا واثق ومتأكد انها. معلش يا جماعة احنا كل شوية بنعمل ستوب للفيديو بنرجع تاني، فساعات بننسى احنا قلنا ايه اصلا. تمام، انا زي ما وريتكم كده احنا عندنا الجراوي، عندنا الجرو البيكنوا ده من الحاجات المميزة جدا جدا جدا. عندنا شغل بسم الله ما شاء الله عليه. تمام، عندنا حاجات انا واثق ومتأكد من الحاجات ديت. انتوا لو فكرتوا تجيبوها من اماكن زي اسكندرية او القاهرة، اماكن هاي شويتين، انتم هتدفعوا مبالغ كبيرة. الجرو اللي قدامكم ده الاول ولد عمره 45 يوم، تمام، جاهز لبيته الجديد. زي ما انتم شايفين يا جماعة جرو ايه بيلعب لعبي كده عسل. هنيجي بقى للجرو رقم 2 معانا، شايفين بقى عامل ازاي اصلا. ده من النوادر، من التحف، حاجات البيكينيز اللي هي بتكون مهجنة على البيكينوا، حاجات تحفة 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 تحفة. شايفين الوش، شايفين دبدوب كده، دبدوب. وبرضو ولد عندنا رقم 2 ولد، من الحاجات المميزة جدا، شعر ووش وحج بسم الله ما شاء الله عليه تحفة 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 تحفة.
زي ما انتم شايفين يا جماعه كده. نيجي رقم 3 الوشوش الحمراء بقى، الناس اللي بتدور على الفواتح والوشوش الحمراء. بصوا المناخير ايه، شايفين يا جماعه المناخير، شايفين انفه عامله ازاي وعينيه عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله. ده ولد برضو، ده بنقول عليه بيكنوا فاتح او اورانجات بيكنوا. ده رقم 3 معانا، شوفوا الكوارث عامله ازاي. نيجي رقم 4 اللي يتفرج على الجراوي ويشوفها اول حاجه يشوفها، يشوف الجار وهو بيجري قدامه على ايديه ورجليه، ده ولد برضه. شوف حجمه، شوف الجرو عامل ازاي، شوف شعره ازاي، النظافه بتاعته كمان. ده رقم 4، حاجات مميزه جدا. تعالى يا عم النايم انت، تعال انت لو صدقت قاعد تحت المروحه ونايم. رقم 5 معانا برضه، وش اورانج فاتح، جرو تحفه 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 تحفه. حاجات يا جماعه من الحاجات المميزه جدا 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 زي ما انتم شايفين. وبرده ولد، يا لهوي ده ايه الحكايه، احنا عندنا النهارده رجاله كلهم. برده جرو بكنوا اورانج فاتح، الجراوي دي موجوده عندنا في محل كوكتيل بيضة منهور. للتواصل 011 40 80 70 60. كمان ما وقفناش على كده وبس، عندنا كمان جرواية بنوتة فرنساوي تحفة 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 زي ما انتم شايفين. وعندنا جرو ولد، ده ولد ودي بنت، حاجات ذكية جدا جدا جدا. جراوي عايزة اللي يقعد يلعب معاه، عايزة اللي يلعبها. جراوي دي فرنساوي بأقل سعر في مصر. العنوان بتاعنا محافظة البحيرة مدينة دمنهور، شارع عبد السلام الشاذلي، بجوار الكوبري العلوي، بجوار الكوبري العلوي. عايزين جراوي فرنساوي اهي، عايزين جراوي بيكنوا عندنا، بيكينيز عندنا، كل دول عندنا في محل كوكتيل بيضة منهور. للتواصل 011 40 80 70 60. كمان على الواتس نفس الرقم 011 40 80 70 60. شايفين يا جماعة، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.